مرحبا بكم اخواتي في مطبخ ام سامي. اليوم راح نحضر لكم عصيده تونسيه. نوجه التحيه من الجزائر الى تونس الشقيقه. نبداو بالمكونات. عندنا 275 غرام بودره الزقوق او الصنوبر الحلبي، عندنا هنايا 130 غرام فرينه، وعندنا 120 غرام سكر، وعندنا هنايا 775 غرام ماء، ما يعادل بثلاث كؤوس. فوالا هذا هو، ولا لتر غير ربع. نبداو دوكا في التحضير. اسمع هنا، نديرو الطبقه الاولى نتاع هذا العصيده هذه. هنا نفرغوا هذا بودره الزقوق. هنا كما تعرفوا هذا الزقوق هذا هو شجرة الصنوبر، يعني هنا معروفة عالميا وخاصة هنا في الجزائر. هي شجرة وعندها واحد الكعابر هكذا، الكعابر هذا عندهم الوقت اللي يتحلوا فيهم ويخرج هذا الزقوق هذا اللي راح نخدم لكم به درك هذا العصيدة هذه، ونخدموا به بزاف من الحلويات ولا التحليات ولا إلى غيرها من بينهم هذه العصيدة هذه. والبودره هذه هنا في خنشله ما لقيتهاش، ما كانش يعني حتى في الجزائر ما تكونش، نلقاوها في الولايات المجاوره لحدود التونسيه كيما تبسه، كيما سوق هراس، يعني كيما القاله نلقاوها بزاف باسكو هما يخدموا بها بزاف. فوالا واش ندير هنا، نفرغ هنا كيما راكم تشوفوا. هنا نفرغ الماء، هنا نفرغ النص برك. فوالا ونبدا نحرك فيها. نحرك مليح فوالا، نزيد شوية ماء. نحرك مليح فوالا، دركا هذه نخليوها تبات ليلة كاملة باش يشرب الزقوق ويشرب الماء مليح. فوالا احنا نحتاجو السائل تاع الزقوق، من بعد كي نصفيوه نحتاجو الماء هذاك تاع الزقوق. انا هنا نستعمل الفوي احسن. هذا دوك الفرينه هذه نفرغوها على الخلطه هذه. فوالا خلطه الزقوق. نزيدو نعاودو نخلطو مليح. نخلطو مليح فوالا كيما راكم تشوفو. دوكا انا نحطها في كاسرونة تكون شوية ثقيلة على النار ونبدا نحرك، ما نحبش خاص من التحريك تاعها حتى نتعقد الخلطة هذي تاعنا. كيما راكم تشوفو انا دوكا راح نصفي هذا الخليط نتاعي. فوالا نصفيه في غربال، اللي يحب يدير الصفاية يدير. انا حابه ندير الطريقه تاع التوانسه بعد. فوالا خلطوا مليح، يكون غربال رقيق خلاص تاع السميد لان نغربلو به الفرينه كيما راكم تشوفوا. نصفيه كامل. هاو يقعد هذا كنت تشوفوا فيه.
انا صفيتها كامل. خرجوا كامل. خليو غير هذا اللي هنا العجينة هذه. فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا انا نفرخها هنا في الكاسرونة هذه. تكون شوية ثقيلة. ونحطها فوق النار ونبدا نحرك 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 حتى تبدا تعقد العصيده اللي تاعنا. فوالا كيما راكم تشوفوا انا حطيتها على النار وراني نحرك، ما نحبسش خلاص من التحراك حتى تبدا تعقد. فوالا لازم نحركو مليح باش ما تلصقناش من تحت. هنا كي تبدا تعقد نقدروا نديروا لها مغرف تاع الحليب المركز ومغرفه تاع العطر الشيه. احنا هنا في الجزائر ما عندناش العطر الشيه، نقدروا نعوضوها بمغرفه تاع ما ورد. وانا من الاحسن اني نخليها يعني بالنكهه نتاعها تاع الزقوق احسن. هنا نحرك مليح ما نحبسوش خلاص من التحراك تاعها. ما يبدأ تثقال دوك انا نزيد لها السكر ونبدا نحرك. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا يبدأ تثقال ما نحبسوش خلاص من التحراك نتاعها. فوالا كيما راكم تشوفوا هي يعني تحب وقت يعني، ولكن لازم نصبروا عليها. فوالا كيما شفتوا انا هنا راح ندير لها واحد تاست يعني خفيف يعني ونشوفها طاش اسكو عقدت ولا ما عقدتش. فوالا فوالا انا قسمتها هنايا هذا حطيتها في المغرف وقسمتها هكذا. هنا نشوف فيها عقد يعني الخليط تاعنا ما رجعش لبعضه، دونك يعني العصيده تاعنا راهي مليحه. فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا دوك انا نقفل عليها. فوالا كيما راكم تشوفوا العصيده نتاعي هكا تجي ثقيله. دوك انا نعمر لي فيغي تاعي ولا الكؤوس نتاعي. فوالا هذه العصيده نتاعنا. فوالا عصيده الزقوقو دوك انا نخليها حتى تبرد يعني تجمد ونحضروا دركا طبقه ثانيه اللي تجي من الفوق. يعني نحبوا نديروها كريم باتيسيير ولا يعني اي كريمه تجي من الفوق. فوالا هذه هي العصيده تاع الزقوق نتاعنا. هنا بعد ما حطيتها في الكؤوس دوك نخليوها حتى تبرد وتجلد خلاص، ومن بعد نحضروا دركا الكريمه اللي تجي فوقها.
بون، هاي عصير الزقوق تاعنا واجده معانا، فوالا كيما راكم تشوفوها هاي ليك، هذه عصير الزقوق تاعنا. انا زينتها شويه باللوز مرحي، وزدت درت لها شويه لوز للتزيين، درت لها شويه الحلوه هذه الملونه اللي داخلها بعد الزقوق، فوالا. ودرت الكريمه هذه، يعني الطبقه الثانيه درت الكريمه، هي كريم ديسير انا خدمتها انا في الدار. درت زوج كيسان حليب بالكاس هذا، ودرت كاس، درت مغرفه تاع سكر، مغرفه تاع نشا، صفار بيضه واحده، ومغرفه صغيره تاع الفاني، درت بارد في بارد، خلطتهم مليح حتى انعقدت لي هذيك الكريمه هذه، وفرغتها على العصيده تاعنا. فوالا هاي ليكم، ان شاء الله تعجبكم وجربوها، والله هايله. يعني كيما هنا في تونس يديروها في عيد المولد، وهي يعني مليحه، يعني حتى يعني في المناسبات، ولا تمشي في كل مناسبه. فوالا، وصدقوني انا اول مره راح نعملها انا هذا العصيده هذه، وكنت خايفه منها، والحمد لله راهي نجحت لي. فوالا كيما راكم تشوفوا، وانا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.